نقدرش نسمح النائب أن يقول لقطاع وزاري. تتكلم مع المدرسة بتاعتك احتراما لها، تتفضل تقوم تقع. طب حد فيكم يكلمها بقى، بلاش أنا أكلمها. المدارس باظت يا جدعان. وتانيا ما نسمح له باش أنا يطلب لي باش نروح الميدان. لا واثقة من نفسيها، مش واخد بالها كده. يعني أرجوك يا بهجة. لو سمحتوني دكتور الولايات، سي النائب المحترم، أنا زرت كل الولايات، فترى باللي أنا نزور وأنا مرأة في الميدان. إيه؟ يا نهار اسود، إيه ده يا جايح ده؟ الواد منصور ماله؟ ما بيجمعش. وإذا أنت أصبحت باللي الوضعية اللي حكيت عليها هي وضعية حقيقية، وش معناتها؟ احنا ما نمدوش الوضعية الحقيقية؟ عايز جملة مفيدة. قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك. أن يقول لقطاع وزاري أن ليس يقيم. إيه هذه بقت مدارس يا جدعان؟ فين مدارس زمان؟ الله. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.